السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بوست في جديد قناة. إن شاء الله تكملة النهاردة لدورة سي بلس بلس جي أي باستعمال فيجوال ستوديو. إن شاء الله النهاردة هنشرح التعامل مع الملفات من حيث ملفات فولدرز أو ملفات عادية اللي هي التكست بقى والوورد والحاجات دي، أي بأي امتداد يعني. إن شاء الله هنستخدم النهاردة مكتبتين، مكتبة دايركتوري ومكتبة فايل. دايركتوري فيها شوية خصائص كده هنشرحها بإذن الله، وفايل برضو نفس الحكاية وهوضح لك الفرق بينهم. يعني شكل عام كده دايركتوري هي خاصه بالملفات الفولدرز، والفايل خاصه بالفول اللي هي الملفات بقى التكست بقى والحاجات دي هنشرحها دلوقتي. تعال كده ايه نبتدي بايه بدايركتوري. لازم اول حاجه لازم تعملها لازم تستدعي مكتبه سيستم دوت اي او، سيستم اللي هي العلامتين دول دوت اي او. نزل تحت، ولو مثلا ايه احنا عندنا مثلا يكتب ايه ده دايركتوري عشان ننشئ ملف، نقول فيها جواه ده اللي اسمها كرييت دايركتوري. احنا كده بننشئ فولدر بياخد الباس بتاعنا، ولو مثلا احنا هنديله مثلا ان احنا هنعمل ايه، عايزين مثلا نعمل ملف على الديسكتوب هنا مثلا، خد بالك هنكتب ايه سي هنا. نعمل العلامتين كده بتوعنا صح، ماشيين صح. يوزرز محمد، لا انا كتبت من غير بريك، محمد مش صح ولا لا؟ طيب انا ناقل الباس قبل كده، طب تعالى نقله كده خلاص، كنترول سي طبعا. طيب يا جماعه انا كنت براجع بس على المعلومات عشان ما انساهاش، تحطها قدامي كده على طول عشان ما انساش اي معلومه. كده احنا بنحط ايه، نعمل ملف جديد في البتاع بتاعنا. هنحط ايه في الاخر هنا، هنحط هنا ايه الاسم بتاعنا مثلا، نقول مثلا ايه مثلا ار تي واي يو مثلا، نحط اي حاجه بعد كده ايه لوكال اونس اند بجر ار تي واي يو، ماشي عشان ندور عليه عشان نلاقيه يعني. تعالى كده ايه دوس فود ان هو انشاه نشوف كده. تعال كده ندور عليه ديسكتوب ار تي واي يو. زي ما انت شايف يا جماعه الملف منشأ اهو، بس عشان بس كان في دربكه كتير اوي في الديسكتوب بتاعي فانا مش هعرف الاقيه كده، فهو موجود يعني عامه. طب تعالى ايه نمسحه، تعالى نجرب كده نمسحه. ازاي بنمسحه؟ هنعمل دايركتوري برضو نفس الحكايه، برضو دايركتوري بدل اسمها ديليت، دي بتاخد برضو الباس بتاعنا بتقيمه سترينج. ناخد برضو دي كده كوبي كنترول سي كنترول في نرن. يا جماعه بص انا مش عايز ارن كتير لان احنا بناخد من وقت الحلقه كتير، فانا مش عايز اضيع، وكمان الرن تايم عندي بطيء شويه لان انا بستخدم ان انا الجهاز بتاعي بطيء شويه وبستخدم فيجوال ستوديو وبرنامج التصوير بتاعي معايا فهيبقى بطيء. على العموم يعني هتتمسح معاك، فبالشرط نشرح ايه داله البتاع ده اللي هي الديليت. نيجي بقى تحت في دايركتوري اكزيستد. دايركتوري اكزيست دي بتتاكد لو الملف موجود ولا لا. يعني مثلا ايه هنكتب ايه دايركتوري اكزيستس، بتاخد الباس بتاعك بتديها انت اسم الملف ده مثلا، ده الرابط بتاعه كوبي مثلا، وتيجي انت تحطه هنا بيست كنترول في هنا. هي بقى لو الملف ده موجود فعلا في المسار ده والمسار ده موجود فعلا بترجع لك قيمه ترو. اكزيست دي بترجع لك قيمه ترو، يعني لو جينا هنا عندها بترجع قيمه بوليان، بول يعني بترجع يا اما ترو لو هو موجود، لو فولس لو هو مش موجود. نمسحها كده. في عندنا تاني في دايركتوري جيت فايلز. دايركتوري في جيت فايلز دي بتجيب لك كل الفايلات في كل الفايلات اللي موجوده في المسار اللي انت محدده لك. تيجي تعالى كده كنترول في، احنا هنا عاملين هنا ايه انها بتجيب كل المسارات. طبعا هي بترجع قيمه اللي هي الجيت فاز دي، بترجع قيمه من array string array of string. طبعا احنا عملنا ايه array عشان تعمل array في البتاع دي،
يعني ايه عشان تقوي نفسك، عشان يعني ايه تبقى انت محترم، ان في حاجات كتيره قوي هنا احنا انا يعني مش عارفينها، او انت لو في حاجه انت مش عارفها تروح كده عند الداله هنا كاشاره تحاول تقرا يعني دي بتعمل ايه هنا. يعني انا اتعلمت كده من الحاجات دي، في حاجات كتير اتعلمتها من الطريقه دي، ان انت تشوف هي بترجع ايه، لو انت هتحتاجها مثلا في متغير او حاجه فانت تستخدم على اساسها كده. يعني هي بترجع ايه هنا، array system string و cap دي they return the names of files in cloud their passes in this in the specific يعني في المسار يعني المتحدد. بالك عملنا هنا array حطينا جواه string، حطينا الكاب ساين دي، بعد كده نحط كاب ساين للمتغير ده واخد بالك، بعد كده بنسوي directory get files دي بترجع array، فاحنا بنسوي array في array عادي. على ايه كده نحطها في text box بتاعتنا text box 1. تعالى ايه نعملها فور لوب احسن عشان نلف البتاع كلها. فور انت اي انت اي يساوي زيرو، وطول ما الاي اقل من الجي جي لينس خد بالك اعمل اي بلس بلس خد بالك، طول ما انت اقل من اللينس اعمل اي بلس بلس. وهنا بنعمل ايه تكست بوكس دوت ابند بنت تكست الجي جي اي. تعالى كده نشوف هيحصل ايه لو كان نودز ديبجر. يس نسيت بس اقول لك حاجه، مع ان في ناس كتير قوي سالتني ان هي مش عارفه تختار ايه، يعني انا مثلا ايه مش في البتاع ده، فتختار ايه في انها تستخدم في السي بلس بلس جي او اي ابلكيشنز. في كذا عندها كذا خيار فيها، اللي هو السي ال اي ده اللي هو سي بلس بلس سي ال اي، وفي عندها الام اف سي، وفي الوين 32. تختار ايه؟ بس حبيت اقولها لك كده سريعا. بس تعالى كده ايه نعمل كده ندوس هنا زي ما شايف جاب لنا كل الروابط اللي احنا قلناها له. شورت يوزر سليم محمد ديسكتوب، في ده اول فولدر، في هنا برضو عندنا صورة هنا سيب اهي هي جاب لنا كل الباس اللي موجودة في البتاع دي. فاحنا بقى انا بقول لكم ايه في الموضوع، السؤال اللي انا قلت لكم ده، بص هي السي ال اي دي سهله وممتعه جدا اللي احنا بنشرحها دي، بس مشكلتها في حاجه واحده عيبه، ان انت ايه فانت بتحتاج ان انت تشرح، او قصدي ان انت تتعلم حاجات اكستنشن كتير في السي بلس بلس، يعني مثلا في حاجات دوت نت، مكتبات دوت نت. يعني مثلا ايه ما ينفعش انت تستخدم مثلا اف ستريم السوكت العاديه في السي بلس بلس، لو انت شفت اي كورس اساسيات فانت بتلاقي اف ستريم الحاجات دي، لكن هنا ما ينفعش، فانت لازم تستخدم مكتبه ستريم ريدر وستريم رايتر الحاجات دي اللي هي بتاعت الدوت نت، بعكس مثلا ايه الام اف سي او الوين 32 الاثنين دول لا تستخدم السي بلس بلس عادي زي ما انت متعلمها كاساسيات. بس عيب الام اف سي والبتاع ده والوين 32 ان هما الاثنين دول مش بتصميم، يعني ما ينفعش انت تصمم فيهم تقريبا، او تقريبا الوين 32 تنفع تصمم فيهم والام اف سي، بس هتحتاج تكتب اكواد كتير جدا. هنا السي ال اي بص يعني احنا ايه شايفين كده كام كود، يا نهار ازرق كل ده كود، بالك بقى ايه لو انت تعمل كذا واجهه بقى بواجهه مثلا فيها يجي مليون كنترول، فانت هتحتاج تكتب حاجات كتيره جدا، فانت ايه غنى عندها ان انت تكتب كل ده، فانت بس الاي اي انت بس محتاج ان انت ايه تتعلم مثلا شويه حاجات جديده. يعني زي ما انا قلت لك في اول فيديو انت في حاجات كتيره قوي هتنساها من السي بلس بلس، لان الدوت نت هي اللي بتوفرها لك حاجات بدلها. معلش يا جماعه بس خرجنا جوه بره صلب الموضوع، لان في ناس كتير عايز تعرف السؤال اجابه السؤال ده. كده احنا ايه شرحنا دي او شرحنا الديليت شرحنا اكزيت، خلاص كده خلصنا الدايركتوري. نروح كده على الفايلز، مش عايز اطول الفيديو بس يلا ماشي شغال. موف فايل دي بتاخد او فايل موف دي بتنقل ملف من ملف، يعني مثلا ايه هتيجي هنا تاخد ايه بتاخد هنا ايه، هي ما بترجعش حاجه void، بس بتاخد هنا ايه قيمه سترينج، وبتاخد قيمه سترينج بتاخد اول الباس اللي هو الفايل بتاعك، في الفايل بتاعك ده اللي هو الباس بتاع الفايل بتاعك، وتاني بارامتر بتاخد هي الباس اللي هتحطه فيه. يعني مثلا انت تكتب ايه مثلا ايه يوزرز محمد ديسكتوب مثلا، ده في الباس ده في البارامتر التاني مثلا ايه، وفي اول بارامتر بتديها ايه البتاع ده اللي هو اول قصدي الباس بتاع الفايل اللي انت عايز تنقله. طبعا اختصار الوقت مش هنعملها،
نفس برضو الموضوع في الكوبي، الديليت برضو بتديها بارامتر واحد بس ان انت عايز تمسحه. الفايل برضو خلي بالك، الفايل دي بتتعامل مع الفايل، مش الفايلات الفولدرات، لا بتتعامل مع الفايل اللي هو بامتداد كذا، اللي هو دوت اكس اي دوت مش عارف ايه كده. طبعا ما تنساش تكتبها من غير البتاع ده، من غير الامتداد بتاعها. يعني مثلا لو انت عايز تنقل الفايل مثلا تكتب دوت اكس اي، تكتبه مع اسم الفايل. معلش يا جماعة، بس طولت معاكم النهاردة في الشرح ده عشان بس شرحنا مكتبتين. عاوز تدوس لايك، لو معجبكش حط اللايك، ولا انا معجبكش ليه. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.